حلو 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 حلو. لسه قدامنا لحد الصخرة اللي هناك دي. خلاص مش قادرة. هاي هاي هاي. بنتك اللي في بطني بتعفص جامد. هيجي ولد وهنسميه مصطفى. كمان ميم. مش قلنا إمبراطورية ميم؟ ولسه بقى السابع والثامن والتاسع. مش عارفة أنا المرة دي خايفة مش زي كل مرة. ليه؟ جت على السادس يعني مع مخلفين خمسة قبله. لا لا. أما أنت مش تعبان في حاجة؟ أنا تعبان معاك أهو. حاسة لحد الصخرة اللي هناك. لا بجد أنا خايفة مش عارفة ليه. يعني لا سمح الله لا سمح الله لو حصل لي حاجة بفكر يعني هتتجوز غيري؟ طبعا. طبعا إيه؟ طبعا. أنت بتقول إيه؟ ولا كده؟ أيوه تعالى. أيوه أيوه. بهزر 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 ايوه قول كده من الاول بهزر 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 يلا خلصي المحشي بسرعة الأولاد هيرجعوا من المدرسة. تعال 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 دوق الملوخية اللي أنت بتحبها. دوق وداي. يلا. بس حاسب سخنة. إيه بذمتك في واحدة بتعمل ملوخية أحلى مني؟ أولا. ليه دايماً ناقصة حاجة؟